متابعينا ومتابعين طقس الأرض، هذه أجواء الطفيلة بالتحديد منطقة العيس. عند تساقط الأمطار بين المتوسطة متابعينا ومتابعين طقس الأرض، هذه أجواء الطفيلة بالتحديد منطقة العيس. عند تساقط الأمطار بين المتوسطة رياح جدا قوية، رياح شديدة مع أجواء ماطرة.
أجمل منظر المطر ما شاء الله. أمطارنا رياح قوية. أذان العصر ما شاء الله. اللهم بارك ما شاء الله. اللهم بارك. الأمطار غزيرة جدا جدا.